أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. وصول أول قافلة للاجئين السوريين إلى الأراضي السورية قادمة من لبنان عبر معبر جوسية بريف حمص، والتي تضم نحو 200 سيارة بحسب وزارة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية. ممثل منظمة اليونيسف في لبنان إدوارد بيجيدر يقول إنه على الرغم من التحديات تواصل المنظمة مهمتها بدعم اللاجئين السوريين وتقديم الخدمات لهم. وزارة الخارجية الألمانية تتعهد بتقديم مبلغ 20 مليون يورو لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، إضافة إلى مبلغ 5 ملايين يورو للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للحفاظ على المساعدات والخدمات المقدمة للاجئين السوريين. الحكومة العراقية تتخذ 3 احتياطات أمنية بشأن ملف مخيم الهول بريف الحسكة، وبدأت بتحسين الحدود بحسب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق علي نعمة. مديرية صحة إدلب تعقد اجتماعاً موسعاً مع المنظمات العاملة بالقطاع الصحي لمناقشة خطر انخفاض التمويل وتهديد القطاع الصحي شمال غرب سوريا. مديرية أمن الباب تعلن إلقاء القبض على 8 أشخاص ضمن عصابتي السرقة اعترفوا بأكثر من 17 حادثة سرقة في مدينة الباب شرقية حلب.